هنا على الأرض يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد أو يكاد لتصبح السماء ميداناً لحرب لا تبدو لها نهاية وشيكة، فصارت المسيرات سلاح كييف الفعال لإيلام موسكو. خلال الأسابيع الأخيرة كثفت أوكرانيا من هجماتها داخل العمق الروسي وأصابت أهدافاً في قلب العاصمة موسكو، وذلك في ظل سعيها لاختراق دفاعات روسيا شرقاً وجنوباً رداً على الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية في البلاد. كان آخر الهجمات الأوكرانية استهداف 3 مقاطعات روسية بطائرات مسيرة، ففي منطقة ستوبينسكي جنوبي موسكو أدى الهجوم بالطائرات إلى توقف الطيران مؤقتاً بسبب اعتراض الدفاعات الروسية لها. وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تحطم طائرة مسيرة على سقف محطة قطار في كورسك أدى إلى إصابة 5 أشخاص. وقد أحبطت القوات الروسية أيضاً هجوماً أوكرانياً ب3 طائرات مسيرة على مقاطعة روستوف. ميدانياً زادت وتيرة القتال في جبهة شمال شرق أوكرانيا وشهدت تصعيداً كبيراً، بينما أقرت السلطات بأن الأوضاع هناك صعبة وأكدت استمرار إجلاء المواطنين هناك. وكثفت روسيا من هجماتها على كومبيانسك للسيطرة على المدينة التي تعتبر مركزاً للهجوم الروسي شرقاً. تقول إنها تستهدف القوات ومستودعات عسكرية ومراكز قيادية. ومع بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16 الأمريكية، يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي هولندا لمناقشة تزويد تلك المقاتلات لبلاده. وخلال لقاء زيلنسكي برئيس الوزراء الهولندي، أكد التزام بلاده والدنمارك بتسليم أوكرانيا المقاتلات بمجرد تلبية الشروط اللازمة، وذلك بعد أن أعطت واشنطن للدولتين العضوين في الناتو الضوء الأخضر لإرسالها لأوكرانيا. إذن هي محض أشهر وربما أكثر وتتواجه الطائرات الروسية والأمريكية للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة، مواجهة ستصب مزيدا من الزيت على النار في الحرب، حرب حولت أوكرانيا إلى ميدان لتجربة مختلف أنواع الأسلحة وتسويقها، ليبقى الأوكرانيون الطرف الوحيد الذي يدفع الثمن. وبعد هولندا حط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قاعدة عسكرية جنوبية الدنمارك، وتأتي زيارة بعد 2 من موافقة الولايات المتحدة على نقل طائرات F-16 من الدنمارك وهولندا إلى كييف. وخلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية أن بلادها ستزود أوكرانيا ب19 طائرة F-16، 6 منها مطلع العام المقبل. من موسكو ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور نزار بوش. أهلا بك دكتور نزار. ويعني باعتقادك، هل سيحدث تزويد أوكرانيا بهذه الطائرات المقاتلة فرقا في المعادلة العسكرية والمواجهة؟ نعم، تحية لكم والمشاهدين. في حقيقة الأمر أن الناتو طبعا والغرب بشكل عام زود أوكرانيا بأحدث الأسلحة من هايمرس بريتان إلى ليوبارد إلى تشالنجر الآن وبرادلي الأمريكية وربما حتى أبرامز على الطريق، ولكن كل ذلك لم تستطيع أوكرانيا حتى التقدم ولو خطوات على الجبهة في هجومها. ونفس الوضع سوف ينطبق من وجهة نظري على الطائرات F-16، ومن وجهة نظري الشخصية أن الطائرات F-16 يعني لن تستطيع ربما الطيران يعني حقيقة، والسبب أن الرادارات الروسية سوف تنتظرها، وبالتالي 400 و300 أيضا سوف تسقطها على الأراضي ربما الأوكرانية قبل حتى الدخول إلى الجبهة يعني أو إلى المناطق الحدودية. من وجهة نظري أن كل هذه الاستعراضات هي ضغط على روسيا لا أكثر ولا أقل، على أن الغرب مجتمعا لا زال مصر على طبعا دعم أوكرانيا كما يقولون طبعا من أجل هزيمة روسيا الاستراتيجية، وهم يعرفون أو هذا وهم من وجهة نظري أيضا، هذا وهم أن يعتقدوا بأن أوكرانيا حتى لو حصلت على كل أنواع الأسلحة وهي تحصل على كل حال
أن تنتصر أو تهزم روسيا في هذه يعني المعركة وهذه الحرب. فأعتقد هم يقاتلون حتى آخر أوكراني واحد ثانيا، ويعرفون أن النظام في كييف سوف يزول. لا شك أن أصرار روسيا على زوال هذا النظام أيضا لا راجع عنه، وعلى أن لا تبقى هناك بقايا لطبعا نظام نازي، إضافة إلى تحييد أوكرانيا. هذا إصرار روسي ولا يمكن أن تتراجع عنه، ونحن نعرف ما هي إمكانيات روسيا إن كانت العسكرية والتسليح والسلاح الحديث وحتى الاقتصاد، حتى اقتصاديا، إضافة إلى أنها الدولة الأولى في العالم نوويا. فأعتقد هذا وهم أن نقول بأن F-16 سوف تغير أي شيء على الجبهة. نعم، يعني لا مؤشرات تشير إلى أن هذه المواجهة وما يحدث قد ينتهي قريبا، وفي ظل ذلك يعني وفي ظل الدعم المستمر لأوكرانيا من قبل حلفائها، وفي ظل التقدم المستمر من قبل الجانب الروسي، إلى أين من الممكن أن تذهب الأمور؟ هل باتت حرب استنزاف بشكل واضح؟ نعم، هي حرب استنزاف، هم يريدونها حرب استنزاف لروسيا، ولكن إمكانيات روسيا طبعا هائلة من وجهة نظري، هائلة ونحن نعرفها، إن كانت بالموارد الطبيعية وإن كانت بالسلاح وإن كان حتى بالمواد الغذائية، هي تصدر لكل العالم، وروسيا لا تستورد مواد من الغرب. تكنولوجيا روسيا أيضا بدأت بتصنيع تكنولوجيا حديثة جدا، فلذلك الحرب على الشكل التالي: إما أن يعني تتوقف ونذهب إلى محادثات مفاوضات في بداية العام 2024، وإما أن تتوسع. ومن وجهة نظري أن الجيش الأوكراني سوف يصل إلى درجة الإنهاك بالمطلق، ولن يستطيع حتى تنفيذ هجمات فيما بعد في عام 2024. روسيا لم تقبل بتجميد الحرب أبدا، لأن تجميد الحرب سوف ينشأ عنه كما حصل في طبعا محادثات مينسك، عندما أعطوا فرصة للأوكران لتجهيزهم بالأسلحة والجنود وتدريبهم وإلى آخره. فروسيا لن تقع في هذا الفخ من وجهة نظري. ثانية، فلذلك أولنا سوف نذهب إلى طاولة المفاوضات في يعني بداية عام 2024، أو أن الحرب ربما تتوسع، وإن توسعت عندها أعتقد سوف أيضا يفكر الغرب بالذهاب إلى طاولة المفاوضات، لأن توسع الحرب سوف تكون كارثة بداية على أوروبا ولا شك على كل العالم، على العالم يعني روسيا اليوم تبقي الخيارات مفتوحة بشكل واسع، لا تمانع بشكل واضح الجلوس على طاولة الحوار مقابل كييف، وبنفس الوقت تلمح إلى إمكانية الذهاب إلى الخيار النووي في حال التصعيد من قبل حلفاء كييف. الخيار النووي طبعا موجود لا شك، روسيا مستهدفة إن كان اقتصاديا وإن كان عسكريا، وتعرفون أنتم هناك أكثر من 50 دولة يعني من أقوى الدول اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا وتمويليا يعني تقف ضد روسيا. فطبعا هناك خيار نووي عندما يتم تفعيل العقيدة النووية، إذا طبعا ما شعرت روسيا بأنها سوف تهزم، أو ربما يتم تزويد أوكرانيا بمثلا يعني أسلحة نووية تكتيكية، وربما تذهب أوكرانيا إلى هذا الخيار وتقصف مثلا الجبهة أو الجنود الروس أو مواقع روسية إن كان ممكن في داخل روسيا يعني بأسلحة نووية تكتيكية. وهذا طبعا لا يوجد بالمناسبة لا يوجد أي محرم أصبح في هذه المعركة على الإطلاق. يمكن أن تقصف موسكو، يمكن أن تقصف برلين، ويمكن أن تقصف نيويورك، يعني الآن لا أعتقد أن هناك أصبح محرمات. فلذلك حسب إذا كان هناك عقلاء في الغرب وعرفوا أننا ذاهبون إلى كارثة، أعتقد ربما نذهب إلى مفاوضات سياسية قبل حدوث الكارثة. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية دكتور نزار بوش، كنت معنا من موسكو.